مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشفت الإعلامية فرح ياسمين عن سبب غياب سهيلة بلشها في حفل زفافها، كما أكدت فرح أنها دعتها قبل الموعد بشهر لكن سهيلة لم ترد على الرسالة. هذه تاني من الأسئلة اللي رجعت بزاف. يا جماعة قبل ما نجاوب خلوني نعاود نلخص لكم ونفهمكم. هذا عرس كورتاج، شوية من عائلتي شوية من عائل زوجي، القاعة صغيرة إلى آخره، ما درتش إيفينمون أرتيستيك ولا كولتوريل، وكان هكذاك أكيد بزاف ناس نحبهم ونعرضهم وكذا، ومازال ليام وليزوكازيون ونديروا حاجة كبيرة ويكونوا إن شاء الله كامل حبابي كيما في لي لونسمون تاع لي زيميسيون تاعي إلى آخره. هنا سيتي عائلتي وماشي كاملين، شوية وشوية من عائلة الزوج. كورتاج كيما كاملنا على بالنا نخيروا شوية منا ومنا الله غالب. اما باش نجاوب على سؤالكم، اكيد بعثت لها سهيله واكيد عرضتها، ما نحبش نجاوب على هذه صح باش ما تنوضش البلبلاني شايفتكم انك حاب توصلوا. بعثت لها شهر ولا كذا اكثر قبل العرس سهيله، جو بونس كاتفون فواياج ولا معليش جو كومبرون، ما شافتش لو ميساج وللدوك بس ما شافتو من سهيله. نحبها وبيان سور كانت من المعروضين القلال بصحاب الدومين. فوالا لي عرض اعلاناتكم على باخه باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.